قبل بداية أزمة كورونا كان فريق فورتك يجوب المعارض والمؤتمرات في العالم من أجل الحديث من التقنية، مثل معارض CES في الولايات المتحدة، جايتكس في دبي، سيبت في هانوفر أو موبايل كونغرس في برشلونة. الآن هذه المعارض والمؤتمرات تعقد كلها افتراضياً. أخيراً عقد أسبوع لندن للتقنية افتراضياً، فما هي الميزات والعيوب لعقد هذه المعارض والمؤتمرات افتراضياً؟ ما هو تأثير أزمة كورونا على قطاع التكنولوجيا بصورة عامة؟ لا أعتقد أن هناك أي تأثير لأزمة كورونا على قطاع التكنولوجيا. ما زلنا نرى مستويات الاستثمارات كما هي. هناك استثمارات في الشركات الناشئة، وما زلنا نرى اندماجات أيضاً. شركات التكنولوجيا مثل مايكروسوفت تحقق أرباحاً قياسية. الجميع يحاول شراء التكنولوجيا التي تساعدهم على تأدية أعمالهم عن بعد. فيما يتعلق بالتحول الرقمي، نحن نرى أشياء تتحقق خلال شهرين كنا نتوقع حدوثها خلال عامين. تقنيات الجيل الخامس بدأت في العمل، والجميع يرغب في الاتصال الأسرع بالإنترنت. الاستثمارات تأتي بصورة رئيسية من الحكومات، ويمكن أن نقول إن الفرص المتاحة في قطاع التكنولوجيا يمكن أن تحل أزمة البطالة في القطاعات المختلفة. لقد حضرت أسبوع لندن للتقنية العام الماضي وكان حدثاً كبيراً وهائلاً. هذا الحدث الكبير لم يعد موجوداً هذه السنة، هذه خسارة كبيرة أليس كذلك؟ كان من المحزن لا نتمكن من عدم عقد المؤتمر، لأنه لا يمكن تعويض الالتقاء وجهاً لوجه سواء لتناول المشروب أو العشاء. قمنا للمرة الأولى بتسجيل عدد هائل من جلسات المؤتمر. أتاح عقد المؤتمر افتراضياً حضور أعداد غير مسبوقة لهذه الجلسات. لا أعتقد أن ما حدث يعتبر تراجعاً لأسبوع لندن للتقنية، ولكن ما حدث سيعزز أي مؤتمرات مستقبلية. عندما جاءتني الدعوة لحضور أسبوع لندن للتقنية افتراضياً، لم أكن متحمساً بصورة كبيرة لحضور هذا الحدث. كيف تتغلبون على هذه المشاعر؟ هناك عاملان بهذا الشأن. هناك من استمتعوا كثيراً بفعاليات الحدث الافتراضي، خاصة وأن الحضور بإمكانهم مشاهدة أكبر قدر من الجلسات في الوقت الذي يشاؤونه، في حين خلال المؤتمرات العادية يمكن حضور جلسة واحدة في وقت واحد. هذه ميزة كبيرة. أعتقد أيضاً أن إمكانية الدردشة خلال وقت الجلسة أضافت الكثير لمحتوى الجلسات. هذه الدردشة الجانبية غير متاحة في المؤتمرات العادية. لن يشعر الشخص بأهمية كل تلك الأمور إلا عند حضور الحدث الافتراضي. الشيء السلبي هو عدم وجود اجتماعات ثنائية أو أكثر بين الحضور، وإن كان يمكن التغلب عليها عن طريق اجتماعات زوم. هل ساعدتكم إقامة أسبوع لندن للتقنية افتراضياً على اكتشاف تقنيات جديدة أو استخدام أفضل للتقنيات الموجودة؟ التحول لعقد المؤتمر افتراضياً دعانا للإبداع. لقد استخدمنا منصة للذكاء الاصطناعي تساعد على التواصل بطريقة أذكى. حضور المعارض بالصورة المعتادة لا يتيح لك معرفة الناس إلا من خلال أسمائهم المعلقة على صدورهم، لكن منصة الذكاء الاصطناعي تجمع أشخاصاً قد لا يجتمعون بالضرورة في نفس جلسات المؤتمر. هذا يثري فرص الالتقاء واجتماع الناس مع بعضهم البعض. يا ترى ما هي توصياتكم للوصفة السحرية لنجاح المعارض الافتراضية؟ الشيء الأول هو أنه من غير الواقعي محاولة محاكاة المعارض التقليدية افتراضياً، فلذلك سوف يصطدم بتحديات تقنية. ما نحاول القيام به هو أن نوفر بيئة تضمن تفاعل الحاضرين مع حدث ما. الوصفة الرئيسية للنجاح تكمن في التوصل إلى تلك المنصة سهلة الاستخدام والمشابهة حتى لتصفح الإنترنت. السهولة هي أهم شيء في ذلك الشأن. في المستقبل وعندما تنتهي أزمة كورونا، إذا كان لديك الخيار أن تعقد مؤتمراً افتراضياً أو تعقد مؤتمراً واقعياً عادياً، يا ترى ما هي المحددات التي
ربما تأخذها في حسبانك لاتخاذ هذا القرار؟ المجتمع الذي تقيم من أجله المؤتمر أو المعرض هو الذي يحدد الوسيلة التي تختارها. كل جمهور له تفضيل مختلف. لقد تعلمنا الكثير من الوضع الحالي. يمكننا الآن أن نقدم خدمات لمجتمع التكنولوجيا حتى من دون الالتقاء وجها لوجه. نحن نعتقد أن هذه المؤتمرات الافتراضية تعزز المؤتمرات الاعتيادية ولا تلغيها. نحن الآن لدينا القدرة على عمل هذه الاجتماعات على مدار العام ولا نحتاج للانتظار كل عام لعقدها. مع الميزات العديدة لحضور المعارض افتراضياً، سنظل نتوق إلى تجارب كنا نعيشها في المعارض العادية مثل الحديث مع الروبوت وتجارب الواقع الافتراضي أو الفيرتشوال رياليتي أو حتى الاستماع إلى الموسيقى. ولكن مع الجلوس أمام أجهزة الكمبيوتر لفترات طويلة في هذه المعارض الافتراضية، ربما سوف نحتاج إلى أجواء أخرى.